السياسة التي منتسب بموقع الإلكتروني السفيرة باريس لنقل لكم الحدث. ونحن الآن بمحيط مكان وقوع الجريمة البشعة التي نزلت كفاءة صاعقة على كل المغاربة في حق الطفل البريء عدنان بوشوف. نحن الآن في نقل البث المباشر لمسيرة من مواطنين ومواطنات مدينة طنجة الذي جاءوا من كل أحياء مدينة طنجة إلى مكان إلى منزل عدنان بوشوف، وهم الآن في مسيرة يطالبون بالأمن بمدينة طنجة ويطالبون بأخذ أقصى العقوبات في حق الجاني الذي قام بارتكاب هذه الجريمة الخطيرة في حق الطفولة. كما تتبعون معنا نحن الآن بتجزئة حي النصب حي بن شلوط بالقريب بعد أمتار من مكان دفن جثة عدنان بوشوف والمنزل الذي تم الاغتصاب فيه الذي كان يسكن فيه يقطن فيه الجاني. طلبت السلطات بالتحقيق بأقصى العقوبات
العقوبات في حق هذا المجرم هي عقوبة الإعدام. كما كتشوفوا معنا في هذا القتل المباشر هذا هو المنزل الذي كان يحكم به الجاني الذي ارتكب الفعل الإجرامي في هذا المنزل. هذا أنتم كيف تشوفون من هذه الحي، هذا من تجزئة النصر حي بن شلوق. هذا هو المنزل الذي ارتكب فيه الجاني الفعل الإجرامي الذي قام به. هذه الضربة المجرم انا